كمان رئيس الوزراء قال عدد من التصريحات المهمه على هامش هذه الجوله. المصريه لم تخفق ولن تخفق في سداد اي التزامات دوليه عليها. دي ثوابت في السياسه المصريه وفي العقيده بتاعتنا كدوله وتوجيه من القيادة السياسية. مصر بتحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أنا بأكد مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها، والحمد لله حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أي التزام كان موجود علينا. الكلام اللي اتقال ده من المؤسسات دي اتقال أول ما حصلت الأزمة الروسية، قال مصر مش هتعدي عام 22 إلا وتخفق، عديناها. اتقال هيجي شهر فبراير مصر عليها سداد 3.5 مليار دولار ومش هتقدر تسددهم، اتسددوا. وانا باكد لحضراتكم واحنا موجودين النهارده، مصر ان شاء الله قادره انها تسدد كل التزاماتها. دي رساله عشان تبقى طمأنه لينا كلنا، نبقى عارفين الموقف ايه. والكلام ده بيتم مش مجرد كلام، في تنسيقات كامله يوميه بتحصل مع البنك المركزي، الحكومه والبنك المركزي. النهارده احنا بنشتغل كل يوم مع بعض. السيد المحافظ نفسه بيجي بيقعد معايا في الاسبوع الواحد اكتر من مره، مش شرط ان احنا بنظهر هذا الكلام اعلاميا، لان احيانا معلش انا خليني اقولها كده بمنتهى الشفافيه، لو بان المنظر ان وزير رئيس الوزراء قاعد مع المحافظ هيتقال بس ده هيبقى فيه تعويم، اصل هيبقى فيه تغيير لسعر العمله. الكلام ده يا جماعه ليه ضوابط وليه سياسه للدوله، الدوله بتحطها وبتشتغل عليها. بناء على هذا الكلام في تنسيق كامل، في التزام كامل بسداد التزاماتنا، والدولة المصرية إن شاء الله لن تخفق في سداد الالتزامات اللي عليها.